السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتورنا؟ ربنا يبارك لنا فيك يا رب وصحتك. الحالة كانت الشكوى كانت حرارة متكررة مع نهجة، كان في نهجة النفس عالي جدا، وكان الحرارة 41.5 41، وكل يوم في حرارة. يعني الشكوى ان كل يوم في حرارة، الهيستوري ان القطيع اصلا كان فيه بلاد بارازايت، فكان في اكتر من حالة فيهم نفس الشكوى. طبعا دي من بين الحالة الوحيدة اللي طلع فيها يعني فحصتهم كلهم بالسونار. دي الحالة الوحيدة اللي طلع فيها خراب حوالين الرئة، باقي الحالات اتعزل منها قفليات دم. هو كده كده القطيع موبوء اصلا، فالحالة بتتكرر كتير بسبب ان هو عنده اوراد كتير، لكن انا قلت افحصهم كلهم واشوف يمكن الحاجات اللي فيها التهاب نصنفها، لو في نمونيا، لو في مايكوبلازما نصنف الحالات اللي هي فيها مشكلة، والحالات اللي ما فيهاش حاجة ظاهرة طبيعية، الرئة ظاهرة طبيعية والأمور طبيعية، بناخد منها عينة الدم ونشوف اللي موجود. غالبا كانت بتطلع عنده بابيزيا وأنابلازما. الحالة دي من ضمن الحالات اللي فحصتها، طلع خراج زي ما هو ظاهر كده في السونار ورا القلب، بين القلب والرئة. في حالة تانية عنده أنا ما فحصتهاش، ماتت، كانت تعبانة برضه وماتت، ما كنتش فحصتها، كانت شادو الخرفان. لما فتحها برضه كان فيها خراج برضه في الصدر، وهو فتح الخراج وشقه بنفسه، فقلت له هي دي نفس الحالة اللي موجودة عندك. طبعا الخروف قعد كام يوم، قعد يديله أدوية وحاجات زي كده وما استجابش، في الاخر يعني في الاخر مات وشرحه هو وبعت لي الصوره.